هو انا اللي مدمر لان انا اللي سكته من شويه. طب طلب بتاعتي صدقني والله. هعمل ايه؟ الواحد بتاعنا كان بيقول ايه؟ انبوبة البوتجاز كانت بتوصل البيت ب 10 جنيه. في الرخاء بدون الازمات. لما انا اقول ان انا مسعرها ب 8 او من 2 ل 5 يعني توصل ل 10 توصل ل 12 توصل ل 15 مش قضية. وهديني لحد بيتي بالتليفون واول اخره يعني. طب مين ما يحلمش بكده؟ هكذا النهارده عشان لما تيجي سعادتك نتكلم برضه عن موضوع رغيف العيش. الناس اللي هي بتتكلم برضه ناس اصحاب مصلحه. النهارده الحمد لله احنا عندنا المخابز منتشره في كل مكان وفي كل حي من الاحياء موجود المخبز موجود ومحله وبالاخر كل ده موجود. وبعدين اديني يا سيدي تكلفته واعباء وانا ادي لك انا اوصله لك لحد البيت. انا طول عمرنا من زمان كل العيش ده بيروح لحد البيت. هو مش المفروض يا عبد الله بين شركه المصريين هي اللي مسؤوله عن توزيع الخبز؟ شركه المصريين دورها بينتهي انها بتستلم من المخبز العيش في كشك لا يبعد 100 متر او 150 متر او 100 متر عن المخبز وبتسلمه للايه؟ للمواطنين. هي اللي بتبيع للمواطنين. وبيغل ايد صاحب المخبز انه يبيع عشان يسلم الكميه كامله وهناك يوزع له. هنا يعني المفروض يعني لو في مناطق تخلو من المخابز ما نعمل مخبز. لكن احنا ما عندناش مشاكل في المخابز. احنا عندنا الكلام اللي سعادتك بتكلم ده احنا عملناه في القرى اللي هي بدل ما تديني خير. يعني شو عايز اقول لك على حاجه، انا شايف رؤيه غريبه الاطوار. شوفوا يعني احسبوا كده برؤيتكم المحافظات المنتجه للقمح. اعلى المحافظات المنتجه للقمح سبحان الله هي المحافظات الوحيده اللي بتشتكي من عدم وجود رغيف العيش. انا مش عارف المعادله دي تمشي ازاي. يعني سوهاج دي دوله محافظه منتجه للقمح، المنيا محافظه منتجه للقمح، شرقيه محافظه منتجه للقمح، الغرب وهكذا محافظات كثيره منتجه للقمح. وتزرق ليه بقى؟ طبعا لان احنا عايشين في زمن المقلوبات، ما احنا مش عايشين في الزمن الصح. مقلوبات في ايه؟ لما اجي ابص الاقي انا النهارده رغيف العيش ثمنه 5 ساعات وكيلو القمح النهارده او كيلو التب، بلاش القمح بقى، كيلو التب النهارده ثمنه كام؟ ابص الاقي 8 كيلو التب النهارده باغلى من 8 كيلو العيش عشرات الاضعاف. بس طب يعني ما حضرتك بتغير في الخبز في دعم احنا سيبني من الدعم دلوقتي خلينا صلى على سيدنا المصطفى. احنا طول عمرنا خلينا نتكلم في الايه؟ نضع القواعد اللي فيها شيء من الاصول وشيء من الايه؟ من الوضع الطبيعي. وبعدين سيبك، ما انا بقول لك احنا عايشين في زمن المقلوبات. يعني النهارده مثلا طول عمر القريه دي قريه منتجه. قريه بتاعت البيضه والقريه بتاعت اللبن والقريه بتاعت الفرخه والقريه بتاعت اللحمه والقريه بتاعت السمنه والعيش المخبوز والفطير والبتاع القريه. طب حضرتك انت معنى كده مع تحرير سعد دي؟ انا جاي لك بس واحده واحده. بس سعادتك انا برد بس على حته ان هو ايه؟ انا لما بقول لك على هذه الظاهره سعادتك ادرس الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. اللي انا بقول لك النهارده في ظاهره غريبه المحافظات المنتجه للقمح هي اكبر المحافظات اللي محتاجه للعيش. كلام يعني لما تسمعه طب ازاي يعني؟ شوف انت اول مره قلت ازاي؟ وده حقيقه ازاي؟ فلازم يبقى دي ظاهره مش طبيعيه. طالما ان دي ظاهره مش طبيعيه يبقى لازم نسعى ونبحث عن ايه الاسباب. وان عرف السبب بطل الحاجة. ايه النهارده بيبيع شويه القمح اللي هو جابهم دول ماشي. انا ابيع يا سيدي اردب قمح وبعدين انا اجيب مثلا 100 كيلو دول ثمنهم كام ودول ثمنهم كام؟ وده الكلام يعني. احنا بنقول النهارده منظومه رغيف العيش لم تنتظم ولم تلتزم الا بتحرير سعر رغيف العيش. على الرغم احنا النهارده بنتكلم الدولة النهاردة بتدعم المحروقات فوق ال 200 مليار مش كده؟ وكل النهاردة ال 90 مليون اللي بتدعمهم الدولة ب 20 مليار. بقول لك ايه يعني؟ طيب يا سيدي ما هو ال 20 مليار انت حتى مش عارف توظفهم صح. لو انت وظفتهم صح ممكن يكفوا.
واللي خلاك تدفع ال 20 وتدفع ال 30 مش مشكله بالنسبه لك. ما انت بتدفع في 200 مليار وانت عندك النهارده بتدفع في المحروقات 200 مليار وزياده. طالما ان انت وصلت يلا عدل بقى، وده انت عايز تعدل رغيف العيش ونعمل حاجه كويسه. احنا مشكلتنا النهارده عملنا تكلفه وعملنا منظومه زي ما سعادتك تشرفت وقلت انت راضي عن المنظومه، اقول لك لا مش راضي عليها. مش راضي عليها ليه؟ لان ما فيش حد واخد حقه في الازمه. انا النهارده كراجل صاحب مخبز عندي هذا الكيان كلفته وجهزته بمعداته بعماله عشان نصنع عشان ناكل من الله لقمه عيش. ولا فاتح المخبز ده من زرع ولا فاتح عشان اعيش منه؟ لا عشان اكسب. طيب احنا لما جينا في الفتره اللي احنا قلنا ان تكلفه رغيف العيش تصنيع 8 جوال دي 120 جنيه. ورفضوا ذلك وقال لك 80 جنيه غصبا ايام اخوان البعده. كان في تصريح لحضرتك قريته على فيتو امبارح بتقول ان التموين غير قادر على تنفيذ منظومه اصلاح الخبز اللي بداها باسم عوده. انا ما فهمتش التصريح ده بصراحه، هل هو مغلوط ولا لا؟ مش مغلوط ولا حاجه، مش اللي بداها باسم عوده مش قادر ينفذها. ليه؟ لانه لما قال 80 جنيه خدت بال سعادتك تكلفه التصنيع بدل 120 خلوها 80 جنيه. وبرضه ال 80 جنيه اللي احنا ما دفعوهمناش. عندنا 50% من المطاحن النهارده اللي هي بتاع القطاع العام. و50% من المطاحن النهارده بتاع القطاع الخاص. بتاع القطاع العام بيشتغل معانا بالتعويض. ما انا النهارده بيديني ايه؟ ال 80 جنيه اللي انا باخدهم عباره عن ايه؟ 55 جنيه ثمن اجمالي بيع شوال الدقيق. و25 اللي هم بالاجل، انا ما باخدش ال 25 لحد دلوقتي. لك ان تتخيل ان انا النهارده بقالي ايه؟ شهر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. خمس ست شهور الناس ما صرفتش. لا خلينا نقول مثلا لو انا راجل اذن 10 تشويله في 25 جنيه ب 250 جنيه في اليوم، يعني 7000 ونص في الشهر. يعني انا لو قعدت اربع اشهر يبقى انا النهارده يعني عايز 30000 جنيه. طب ال 30000 جنيه ترتب على عدم الكلام ده ايه؟ انا النهارده بقيت اول حاجه باجي عليها ما بدفعش فاتوره الكهرباء بقالي 3 4 اشهر. ما بدفعش فاتوره الميه بقالي 3 4 اشهر. ما بديش اجر المتعاهد بقالي 3 4 اشهر. ما بدفعش ثمن السولار بقالي 3 4 اشهر. اهو بعدين الناس دي طيب الدوله متحملاني في الكهرباء والميه لحد ما اخد اسدد. مش كده؟ طيب والراجل بتاع المتعاهد ده ممكن يستحمل، اقول له لما تقبض بقى انت اللي بتاخد بايدك كل حاجه، هتاخدهم من هنا خدهم واقسم حقك ماشي. طب انا كمان العربيه دي عايزه تشتغل وانا اجيب لك منين؟ ولا مش واخد بال سعادتك؟ وهكذا الراجل المتعاهد اللي بيجيب لي الصنم هو عارف ولا اجيب لك منين؟ وانا مش قادر مشيت لك مثلا يعني شهر ولا بتاع كفايه قوي. فاحنا داخلين النهارده على يعني مرحله يعني خطيره جدا.